شاهدي شوف تبيت بارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة وجدة في هذه الدردشة الصباحية. تحية طيبة، نتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير بطبيعة الحال. إذا خوتي إخواتي، اليوم جيت نهضر لكم على واحد الظاهرة اللي صعيبة بزاف كما كتعرفوا، يعني أي طريق ولا أي زقاق في أي مدينة ولا أي طريق وطنية كان هناك علامات للتشوير. العلامات الطرقية للتشوير كما كتعرفهم البلايك اللي كاين في المدينة، قف، ستوب، احترام حق الأسبقية، مدار، أونبوان، بزاف ديال العلامات. كذلك العلامات ديال تحديد السرعة في 30 في 20، العلامات اللي كيحدوا كذلك أنه مثلا هنا كاين مدرسة ولا كاين، ولكن للأسف دائما نرى بعض السائقين اللي كيسوقوا ولكن بدون احترام علامات التصوير بالمرة، اللي ما كيحترموش نهائيا. يعني كتلقى بنادم دايز يقدر يحرك ستوب، يقدر يدخل في واحد الجهة اللي انتيردي، ما فهمناش تعيا تشوف، كتبقى تقول واش هذاك السيد هذاك واش فريمون دوز بيرمي ونجح، ولا داك السيد تحصل على هذاك البيرمي بطريقه غير شرعيه. يعني كيف تعرفوا التخربيط، يعني اي مجال فيه الصالح في الناس اللي مخلوطين، في الناس اللي مزيانين وفي الناس اللي ماشي مزيانين، اي مجال مجال هذه راه معروفه. الانسان ما ينكرش، تلقى واحد الناس اللي كيخربطوا في واحد الدومين وبزاف ديال القضايا اللي ترتقوا، والمناطق ترتقوا في هذه القضيه ديال كما كنقولوا حنايا، هذو ديال البيرميات اللي كي تواطؤوا مع بعض المدارس ديال تعليم السياقه. اذا حنا كنشوفوا في المغرب بعد هي الحوادث السير كاينه يعني يوميا، ولكن كاين بعض الاوقات اللي كتكون حوادث السير بكثره، مثلا في الصيف، في العطل، في العطل السنويه ولا العطل الاسبوعيه. السبب الرئيسي ديال هذه الحوادث هو عدم احترام احترام علامات التصوير بقانون السير، لانه اي واحد مثلا كيتمشى في الطريق وطنيه مسافر شي بلاصه، الا كانت عنده البلاكه ديال 80 راه خصو يتمشى ب 80، كتلقى واحد كيتحدى كتلقاه 140 120 ما على بالوش. كذلك قضيه تاع الدوبلاج، كيكون الخط متصل بلا ما خصوش يدوبلي، لان راه كاين خطر تما كما قالوا حنايا، وما عارفين علاش داروا هذاك الدوبلاج ما دوبليش. من انسان كيدوبلي ما عندهمش مشكل، في داخل المدينة كذلك كان مجموعة ديال الاخر ديال التشوير عاوتاني، يعني بلا ما كيسوقش نهائيا كما كنقولوا حنايا. الله يستر وصافي، نتمنى ان شاء الله انه الناس شوية، لانه حوالي السيارة كثروا بزاف، خصوصا اللي ما كيحترموش حق الاسبقية، مثلا خارج الطريق الكبيرة في الطريق الصغيرة، اللي من عنده اللي من ديالو خاوي يدوز. القضية حق الأسباقية راه بعض المرات كتلقى في الليل واحد جاي من واحد الطريق والآخر جاي في الاتجاه المعاكس ديالو، يعني في الطريق الجاي اللي من ديالو كيقول أنا الطريق خاوي بلا ما نوقف، والآخر جاي عاوتاني كيقول كنصدقو مساطحين، كنصدق حادثة خطيرة في الليل، ما كاين لا سيارات لا تا شي حاجة. نعاود السير كيوقعوا ماشي غير بالنهار، حتى بالليل. يعني علاش في الليل كتجي حالك ستوب وواحد راه من جهه اخرى جاي عنده الخطر؟ اذا هذاك اللي حالك ستوب كيقول لك لا معليش الطريق خاوي، الاخر كيقول لك اودي راه يعني راه يعني راه كاين الضوء الاحمر كما كنقول حنا، حتى الا جا شي واحد ولا غادي يوقف. هذا المعنى، هذا هو السبب الرئيسي. إذا أخوتي تحية طيبة لكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا مزيانين، نتمنى أنه السائقين أصحاب الدراجات ولا أصحاب الماطر ولا
سيارات ولا لي كاميون، لا انكم تحترموا قانون السير. راه ما فيها بس انه تحترم هذيك العلامه ديال التشوير ديالك اللي فيها تحدد السرعه او تحدد مكان ديال خروج اطفال مثلا مدارس او هذه تحمي راسك وتحمي هذوك الناس، لانه ما كيعرف بحق هذا الشيء هذا حتى الله يستر كتوقع له شي مشكله. كلي كيقتل شي واحد كنلقى راسو في الحبس، كاين دام على داكشي كنقول انا اش الثاني تلقى راسو في الحبس يعني مع المجرمين ومع كيتكرفص على العلا. وكذلك كلي تبقى له حديثه ولا تلقى راسو معها مستديمه ولا طارت له رجل ولا ما بقاش يتمشى ولا تشلل، علاش؟ بسبب التهور ديالو في واحد اللحظه. يعني كان يجري ولا موقف ستوب ولا كيصدق هذاك المعنى ديال الزلمه. اذا انسان يحتاط انه علاش الجرى ماشي مزيان، السرعه ماشي مزيانه، انسان يحترم الاشارات ديال المرور وقانون السير بكل حذافيره بهذا المعنى. نتمنى لكم ان شاء الله الخير، والله يحفظنا ويحفظ بلادنا، وتحيه.